وكيف مجرات العدا اخوتي غنبداو نهضروا على الموديل سبورتيف ديال هاد الماركسيس واللي معروف بالارفا بحيت هو الثروازيام جينيراسيون من بعد الكاتلو 5 واول موديل الاركي يخرج بموتور 4 سيلندر والتوربو تشارجد من الفوق. هاد الموتور معروف بالاو ا 113 2 لتر تي اس اي كيخرج لينا 270 عود و 350 نيوتن متر ديال الكوبل. والعجيب في الامر اخوتي ان هذا الداون سايز انجن زايد ب 32 عود و 30 نيوتن متر ديال الكوبل مقارنه مع 3 لتر 2 في ارسيس. الزيرو استون كيتدار هنا في 5.7 ديال الثواني بالبواطا فيتاس مانيوال ستادي لي رابور وفي حدود 5.5 ديال الثواني بالبواطا فيتاس اوتوماتيك تي اس جي ستادي لي رابور. هنا السرعه القصوى في حدود 250 كيلومتر في الساعه وفي حالها وبحال سابقتها كتجي ايكيبي بالسيستم الهاردكس واللي هو الاول ويل درايف ديال فوكس فاجن. هاد السيستم فيه الكلاتش ولا السانتر ديف واللي دوروا انه كيصيفط الباور للرويده اللي عندها احتكاك اكثر مع الشانطي. وباش هاد الموتور يخرج لينا هاد البويسونس الفوكس فاجن رونفورسات فيه البلوك وبدلات السلندر هيد وليبيال وانستالات فيه الهاي بريشر فيول انجكترز وزرعات فيه تيربو جديد البوست ديالو كيوصل حتى ل 1.2 بار. وبطبيعه الحال كبرات الانتركولر اللي يمكن ليه يسيبورتي هاد السيبليمون شارج ترميك. هاد لي موديفيكاسيون اخوتي اتداروا حتى في الشاسي بحيث هبطاتو الفوكس فاجن ب 25 مليمتر مقارنه مع الماركسيس جي تي اي وتويكات حتى في سبرينكس والدامبرز. بالنسبه لي فيرسيون الهوت كام تقدروا تلقاو فيهم الاي سي سي ولا الادابتيف شاسي كنترول بحيث تقدروا تبدلوا الكومبورتمون ديال الطوموبيل 360 درجه وعندكم لو شوا ما بين نورمال والسبورت والكومفورت. هاد السيستم اخوتي كيكونترولي البراكاج والفريناج والطون دو ريبونس للموتور وحتى لي باساج ديال الفيتاس والقصوحيه ديال السسبنسيون. وبيني وبينكم اخوتي الار اللي ما فيهاش هاد السيستم قبل ما تشريوها خاصه في المغرب اللي عامر دودانات والدودانه الصغيره فيهم تتشبه القبر ديال توت عنخ امون. هاد التي اس اي اخوتي موتور سوليد وبواحد سامبل روبروغراماسيون تقدروا تطلعوا البويسونس حتى 310 ديال الخيل و 420 نيوتن متر ديال الكوبل وهكذا الزيرو اسو يقدر يهبط حتى ل 4 ديال الثواني. بالنسبه الى حبيتوا تشريوا هذا الموديل ضروري ما ديروا في بالكم ان المانتونس والانسبكسيون خاصهم يتداروا كل 12 شهر ولا كل 10000 كيلومتر. وهادشي فيما يخص لي فلتر ديال الريح والزيت والليسونس والدالديكس وديال الدي اس جي والزيت بطبيعه الحال. البلان اللي خصكم تحداو منه اخوتي هو كان فولوور ديال البومبا ديال ليسونس اللي فراجيل ودغيا كيتكال. في هاد الحاله يقدر يخرج ليكم حتى على لاربر اكام ديال البومبا. هاد البياس بالضبط اخوتي رخيصه والرومبلاسمون ديالها ساهل مهل. فالا حسيتو بالصداع ديال الموتور تزاد والبويسونس نقصات وبالديراطاج من الفوق كونوا على يقين ان الكام فولوور هو اللي منه الديفو. بلان اخر اللي فراجيل في هاد التي اس اي كيهم البومبا ديال الماء اللي خاصها تبدل كل 60000 كيلومتر. وما نساوش حتى البومبا ديال الهالديكس اللي كتفشل في حال ما درتوش ليها الفيدونج ولا ما بدلتوش ليها الفلتر في الوقت. هاد البلان اخوتي غالبا كيكون في الموديلات ديال 2010 الفوق. والعجيب في الامر اخوتي ان هاد الفلتر ديال هاد البومبا ديال الهالديكس الفوكس فاجن كتقول على انها ما كيتبدلش وما مخرجاش في لي بياس ديال روشونج. وفي حال الا بغيتو تشريوها اخوتي تقدروا تلقاوه في هاد السيت اللي سميتو haldexparts.com. في حال اخوتي الا بغيتو تعرفوا واش الهالديكس فيه مشكل ولا لا ما عليكم غير تاكتيفيو لانش كنترول. الا لاحظتوا بزاف ديال الويل سبينز في التران افون هنا كونوا على يقين ان المشكل جاي من الهالديكس. اما في حالتي اللي درتو الروبروغراماسيون ديال الموتور خاصكم ضروري تانستاليو الابريتد كلاتش بحيث الدي اس جي ستوك ما كيسيبورتيش التورك اللي زايد فوق من القياس بحال البواطات الفيتاس مانيوال. البلان الواعر في هاد الايرفان اخوتي هي الضريبه ديالها اللي ما فايتاش 3000 درهم ماشي بحال الاير 32 اللي نزلت عليها الدوله ب 8000 درهم. اما البلان الواعر كاع هو الثمن ديالها اللي رخيص وكيبدا من 90000 درهم في حالتي الا كانت مانيوال وضربه الكيلومتراج وتقدر توصل حتى ل 13 مليون في حالتي الا كان فيها الدي اس جي. واخا سيدي ما قلتي عيب. بالنسبه الى بغيتو تشموا الريحه ديال البيرفورمانس وما قديتوش على الكونسوماسيون والضريبه ديال الايرفان الفوكس فاجن جابت لكم الحل بالموديل ديال الجي تي دي واللي كيجي بالموتور ديال 2 لتر وكيخرج لينا 170 عود و 350 نيوتن متر ديال الكوبل. الزيرو اسون كيتدار في حدود 8 ديال الثواني وكيجي يا اما بالبواطا فيتاس مانيوال ستا ديال لي رابور ولا بالبواطا فيتاس اوتوماتيك دي اس جي ستا ديال لي رابور اللي كتجيب البادل شيفترز. هاد الجي تي دي اخوتي هابطه ب 15 مليمتر على لي موديل لونتري دغام وكتجي ايكيبي بالفرانت الكترونيك ديفرنشال لوك بحيث كيقلل من الاندرستير كي ايكيليبري لا روتاسيون ما بين الرويده اليمين والرويده اليسار. ومن الافضل اخوتي انكم تاخذوا اللي فيها السيستم الادابتيف تشاسي كنترول اللي كنا هضرنا عليه. هكذا الا كنتو باغيين تضربوا الفيراجات والهاي سبيد سيليكسيونيو المود سبورت ومنين تسالي ومن الصيبوقي والضحك واللعب سيليكسيونيو المود كومفورت باش ب
بحالات تروراكساو وتحيد منكم الرعدة ديال الادرينالين. اما الى بغيتو تاكسيتو اكثر وتوصلوا للبيرفورمانس ديال جي تي اي، ما عليكم غير بشيرو بروغراماسيون من عند الشركة ديال الريفو اللي غتوصلها 215 عود و 430 نيوتن متر الكوبل. وما تنساوش اخوتي انكم تبروغراميو حتى الدي اس جي اللي غتولي تدوز لي فيتاس في 90 ملي سكوند في عوض 100 ملي سكوند. اما الى بغيتو تسرعوا هذه بصح، انستاليو نعماسي ديال اتي او سيراميك باتس والروترز وزرعوا فيها لي بلوميشنال بايلوت سبورت الكات اللي غيقللوا من الويسبين ومن الصداع في لابيتاك، وبطبيعه الحال غيزيدوا في الجريب والاحتكاك، بحيث طرحه وحده غتقام عليكم بعلين 8000 درهم. ونصيحه اخرى اخوتي، الا كنتو غتركبوا ليها التنوات ديال 700 درهم قبل ما تشريو الجي تي دي، وشوفوا ليكم مولات الانسيس ليتر اللي غنهضروا عليها من بعد. هاد الدو ليتر 170 عود اخوتي هو الموتور لو بلو فيابل فهاد لي جولف 6 ديال الديزل، واحسن ب 1000 درجه من الانسيس ليتر. بالنسبه للمشاكل اللي تقدروا تلقاوهم فيه، غيكونوا في الغالب في لوجير والفلتر ابارتيكول، خاصه الا كنتو كتحنقزوا غير في وسط المدينه. من غير هاد الجوج اخوتي كاين مرض اخر في هذا التي دي اي واللي كيضرب الكومبريسور ديال لاكليم، بحيث فراجيل ديال بصح ويقدر يضرب لكم 50000 كيلومتر ويطيح ثاني اون بان. المشكل هنايا كيكون يا اما في لومبرياج مانيتيك ولا منو نيت. هادشي اخوتي الا افترضنا ان الطوموبيل كتدار ليها المانتونونس في الوقت وبدي برودوي اوتونتيك. اما الا دازت عند شي برهوش يعرف غير يعفط ويخرج يديه من الشرجم، الخبار في راسكم.